الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفق مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي على مواصلة بذل الجهود المشتركة بهدف استئناف المباحثات السلمية حول سوريا على أساس القرار الدولي رقم 2254، مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج منتدى الحوار الوطني السوري في سوتشي حسب ما أعلن الكرملين. وفي سياق التعاون، أبلغ بوتين نظيره الفرنسي بالخطوات التي تتخذها روسيا بالتعاون مع شركائها في محادثات أستانا لتسهيل الأوضاع الإنسانية في سوريا، فيما أكد الطرفان أيضا على أهمية عمل بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في سوريا. من جانب آخر، استقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف وفدا عن منصة موسكو للمعارضة السورية لبحث الوضع في سوريا وتسوية النزاع فيها. وزارة الخارجية أعلنت في بيان أن بوغدانوف وأعضاء الوفد الذي ترأسه قدري جميل تبادلوا وجهات النظر حول التطورات الأخيرة المتعلقة بالوضع السوري وأهمية العمل على المسارات الثلاثة جنيف وأستانا وسوتشي، بالإضافة إلى مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية للأزمة في سوريا وفقا لنص البيان. فيما حث رئيس هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية نصر الحريري المجتمع الدولي للضغط على النظام للانخراط في عملية سياسية جادة تفضي إلى حل سياسي عادل حسب قوله. الحريري وفي مقابلة له مع إحدى الصحف العربية أكد أن المعارضة في مختلف أطيافها تدعم حراك المبعوث الأممي لسوريا ستيفان دي مستورا حول محاولته إعادة الحياة لمسار جنيف.